انا كنظن بان كاين بعض اللاعبين اللي تم التسريح ديالهم، فانا ما نكون رئيس ما ولو يبغي المدرب، فما فالعكس كان خصو يداروا شي امور باش الرئيس يبقى، باش اللاعبين يبقاو. كاينين شي لاعبين اللي في المستوى وعطاو نادي الرجاء الرياضي، نقدر نقول لك غير الطريقه، ولا يكونوا ما بقاوش يقدروا يعطيو، بحال الراقي مثلا لاعب اللي عطى الفريق شيء كثير، وطريقه الخروج ديالو ما كانش طريقه اللي هي تليق لا بالرجاء ولا بالراقي.